لسه من اجواء المنتخب الاولمبي والحدث الاهم خلال الفتره الحاليه. هنروح دلوقتي للقاء مع نجم من النجوم اللي تالقوا مع المنتخب الاولمبي من قبل وهو النجم حسام حسن. في ضيافه طبعا زميلي العزيز المتالق خالد رزق، وهنعرف كمان رؤيته عن منتخب الاولمبي فرصته ان شاء الله في المجموعه دي، وان شاء الله فرصته للتاهل لطوكيو 2020. خالد برحب بيك في البدايه. تحياتي ليك زميل عزيز فتح الله زيدان، وتحياتي لمشاهدي قناه تايم سبورتس في كل مكان. يعني بالتاكيد ايام قليله وتنطلق بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 عام، واللي هياخدها بالتاكيد المنتخب الاولمبي في مجموعه هتكون مجموعه مكونه من مالي وغانا والكاميرون. اكيد مجموعه هتكون قويه، ولكن هنعرف تفاصيل اكتر ورؤيه فنيه اكتر لواحد من النجوم اللي مثلوا منتخبنا الوطني الاولمبي من قبل، وهو الكابتن حسام حسن. يا كابتن حسام برحب بيك. حبيبي يا خالد، منور حبيبي. يعني كابتن حسام، يعني خلينا نبدا معاك الكلام. انت واحد من اللي مثلوا مصر في كاس الامم الافريقيه، مثلت في اولمبيات ولعبت كاس عالم مع منتخب الشباب، مع منتخب اولمبي، كان ليك صولات وجولات في المنتخبات. يعني رايك ايه الفني لمجموعه منتخب مصر القادمه؟ هو طبعا انا شايف ان البطوله طبعا مش هتبقى سهله، خصوصا ان المجموعتين طبعا صعبين جدا، فيهم فرق على اعلى مستوى. يمكن يعني بالبلدي كده زي ما احنا بنقول بلغه الكوره، دول الفرق دي الخلاصه بتاعت قاره افريقيا. وانا شايف من وجهه نظر ان البطوله هتبقى صعبه، لان البطوله في مصر، فدي بتحط ضغط عصبي وضغط نفسي كبير جدا على اللعيبه. لكن كلنا طبعا ثقه في منتخبنا وفي الجهاز الفني بقياده كابتن شوقي غريب، طبعا جهاز فني كبير جدا. وانا شايف ان المنتخب يعني عندهم خبرات كبيره، سواء اللعيبه او الجهاز. يمكن كابتن شوقي خاض قبل كده اكتر من مناسبه مع المنتخبات الشباب، سواء كاس عالم وخد بيهم برونزيه قبل كده. في نفس الوقت اللعيبه، في لعيبه كتير جدا موجوده في القوام الاساسي للمنتخب دلوقتي، بيشاركوا بشكل مستمر مع فرقهم، فدي هتديهم الافضليه وهتديهم ثقه كبيره جدا ان هم يلعبوا وهم مرتاحين. ونتمنى ان شاء الله باذن الله اكيد طبعا ان هم يحصدوا البطوله، لان دي على ملعبنا وفي ارضنا، وان شاء الله باذن الله يكون الصعود للاولمبياد حليفهم ان شاء الله الفتره اللي جايه دي. يعني حسام، انت اتكلمت عن اللاعبين، بتاكيد الخبرات. لو شفنا منتخب الاولمبي في رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر، صلاح محسن، واسماء كتير في المنتخب الاولمبي، اكيد عندهم زي ما انت قلت خبرات كبيره في الدوري الممتاز. ده كان ممكن شويه بيفتقدوا الفتره الزمنيه اللي كنت موجود فيها في المنتخب الاولمبي، ما كانش فيه عدد كبير او كم كبير من اللاعبين اللي بيشاركوا بشكل اساسي مع المنتخب الاول او مع الفرق بتاعتهم في الدوري الممتاز. هل ده ممكن نقول هيدي ثقه اكتر للاعبين، هيكون في خبرات اكبر، يقدروا ان هم يحصدوا البطوله او يكونوا من الثلاثه الاوائل؟ والله بص يا خالد، هي يمكن احنا النقطه دي مهمه جدا. يمكن احنا المنتخب بتاعنا كجيل بتاعنا، جيل الاولمبيات اللي هو 2012، يعني اتظلمنا شويه كجيل عموما بشكل عام. يعني يمكن احنا كنا كلنا بنلعب ساعتها، كل واحد في فرقته بيلعب ومميز في فرقته، ولكن كانت الفتره دي في الكوره في مصر كان الموضوع صعب، كان في مشاكل سياسيه، كان في احداث شغب بالنسبه للكوره، كان ما كانش في كوره زي دلوقتي، وما كانش في اهتمام كبير جدا زي دلوقتي. النهارده انا شايف من وجهه نظر ان الجيل اللي موجود ده او الجيل الحالي ده مميز جدا. يعني هو 70 او 80% من المجموعه اللي موجوده مع الكابتن شوقي غريب دلوقتي اسماء كبيره جدا، يمكن هم النجوم اللي على الساحه دلوقتي. في نفس الوقت بيلعبوا كلهم في انديه كبيره، وبيلعبوا مع فرقهم، وبيلعبوا وبيشاركوا بشكل مستمر وبشكل اساسي، ومؤثرين جدا مع الفرق بتاعتهم. زائد طبعا ان موجود معاهم لعيبه عندها خبرات كبيره زي رمضان صبحي، راجل لعب منتخب اول، واحد زي طاهر برضو انضم الفتره الاخيره، ناصر ماهر، كل المجموعه دي عشان ما انساش حد، لعبت يعني فترات طويلة جدا، سواء على الصعيد الأفريقي مع سواء الأهلي أو الزمالك أو الكلام ده، أو على الصعيد المنتخبات في التجمعات. حتى المنتخب الأول يعني رمضان راجل لعب بطولة أفريقيا ولعب كاس عالم، فهيبقى عليه دور كبير جدا، وهيبقى عليه مسؤولية كبيرة، وهو قدها ان شاء الله بإذن الله، ونتمنى لهم يعني التوفيق ان شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله. طب يعني لو اتكلمنا عن الكواليس اللي بتدور دايما بقى داخل المعسكرات، انت واحد من اللي كانوا متواجدين مع منتخب مصر في الفترات اللي زي ديت قبل بداية بطولة، في المعسكر، في غرف خلع الملابس، في التمرين، بيكون الاحاديث دايما اللي بتبقى شغلة دماغ اللعيبة. اكيد كل لعيب بيبقى عنده، في لعيب دايما تحس ان هو ليدر حتى لو مش كابتن المنتخب، ولكن بيكون دايما القائد اللي بيتكلم مع اللعيبة، بيديهم ثقة اكبر في نفسه.
نفسهم بيتكلم معاهم على ان اكيد هتكون بطوله في مصر ولازم يكون في نجاح كبير ليهم. كان ايه اللي بيدور داخل منتخبات والمعسكرات؟ والله بص، هو الزمن مختلف شويه. يمكن دلوقتي شخصيات اللعيبه او تفكير اللعيبه اختلف عن الفتره بتاعتنا. انت بتتكلم في 2012، يعني مراحل اصلا بعد كاس عالم 2009 ده ابتدى ان احنا نتجمع المنتخب الاولمبي من 2010 لحد 2012 لما شاركنا في البطوله. ففي فتره زمنيه كبيره ما بين الفكر ما بين اللعيبه وما بين بعضيها. ما اقدرش اقول لك دلوقتي ايه اللي بيحصل في الكواليس، لكن اقدر اقول لك ان اكيد كل واحد موجود في منتخب مصر الاولمبي النهارده منتظر وعنده شغف كبير جدا ان هو مستني اول مباراه في البطوله. ومباراه يعني انا حسيتها لان احنا لعبنا كاس عالم هنا في مصر الفترة الأخيرة دي. يعني الناس ابتدت يعني الجمهور ابتدى يرجع المدرج والناس ابتدت ترجع المدرجات، ويمكن اتحاد الكرة مشكورا والأمن هنا في مصر وافق إن البطولة تبقى فيها جمهور، فدي هتبقى حافز كبير جدا للعيبة. فأنا شايف طبعا إن هم هيبقى في قلق شوية بالنسبة للمنتخب، خصوصا إن برضو اللعيبة مش كبيرة في السن، ولكن هيشفع لهم طبعا ان هم طبعا عندهم خبرات كبيره دي هتساعدهم ان هم ان شاء الله باذن الله يتخطوا الموضوع الرهبه ده. زائد هو بس اول حاجه زي ما احنا بنقول اللي هي الطلعه الاولى، بس المباراه الاولى دي تعدي على خير ان شاء الله، المنتخب ياخد فيها ثقه وتعدي كده بخير ان شاء الله ونكسب، هتدي ثقه كبيره جدا للعيبه وللجهاز الفني وينطلقوا بقى في البطوله وكل واحد يطلع امكانياته اللي الناس كلها عارفاها وبتحبه بيها يعني. طيب لو اتكلمنا عن التحضيرات لكأس الأمم الإفريقية، مصر يمكن خاضت مباراتين وديتين مع جنوب إفريقيا، واحدة كانت في إسماعيلية من 3 أشواط وفي القاهرة مباراة جمعت بينهم أيضا، الأولى تعادل إيجابي والتانية فوز منتخب مصر بهدف مقابل لا شيء. أنت رؤيتك شفت المنتخب إزاي؟ التشكيل بتاعه شفته إزاي؟ كابتن شوقي غريب في تعاملاته مع اللاعبين، حمية اللاعبين والنتيجة اللي كانت موجودة، شفتها إزاي؟ توقعاتك للمنتخب إيه؟ والله يمكن انا متابع المنتخب الاولمبي، انا بحب اتفرج عليهم، انا بحب اللعيبه اصلا اللي موجوده في المنتخب الاولمبي وبحب طريقه لعبهم في الدوري عموما بشكل عام. ولكن على المستوى الشخصي انا بحب طريقه تفكير الكابتن شوقي غريب وطريقه التعامل بتاعته، سواء هو والجهاز الفني، سواء كابتن معتمد ومحمد شوقي وكابتن وائل رياض، فعندهم خبره كبيره جدا. كابتن وائل وكابتن محمد شوقي طبعا نجوم مصر، وكابتن معتمد خد معانا اولمبيات لندن وخد معانا بطوله افريقيا في المغرب المؤهله للاولمبيات، وبرده الكابتن شوقي غريب عنده خبره كبيره جدا في المجال المنتخبات وكده. بس انا بشوفه يعني هو طبعا عمل تحضير كبير جدا بالنسبه للمنتخب وعمل برنامج مميز. يعني اتفرجت عليهم ماتش امريكا، اتفرجت عليهم ماتش السعوديه، اتفرجت عليهم ماتش جنوب افريقيا. يمكن لاحظت ان الكابتن عاوز يستفيد باكبر عدد من النجوم اللي موجوده في المنتخب، فبيضطر يلعب بطريقه اللي بيلعب بثلاثة خمسة، بيلعب بثلاثة ورا وبيلعب بخمسة في نص الملعب. وما على ما اعتقد ما بيلعبش بمهاجم يعني. يمكن الفتره الاخيره ابتدى يظهر مصطفى محمد، احمد ياسر ريان برده كان ليه بالظبط، لكن هو يعني بلاحظ ان هو بيبقى عايز يستفاد من كل المجموعه المميزه عنده بيلعب بيها يبقوا موجودين في الملعب، فدي حاجة كويسة جدا. ويمكن التجارب اللي هو خاضها يعني أثمرت طبعا بشكل كويس وودت انطباع كويس جدا بالنسبة للناس. فإن شاء الله بإذن الله يكون ربنا كده يحالف الكابتن شوقي التوفيق، وإن هو يحط الخطة المناسبة والتشكيل المناسب للبطولة، وبإذن الله كلنا وراهم وكلنا طبعا بنساندهم، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله نشوفهم في أولمبياد طوكيو 2020. واتمنى طبعا ان هم ياخدوا البطوله في مصر ويفرحوا الناس ويعوضوا الناس عن اخفاق المنتخب الاول في بطوله افريقيا اللي فاتت دي يعني. طيب يعني اكيد البطوله تقام في مصر، هيكون ماتشات منتخب مصر كلها على استاد القاهره الدولي، هل ده ممكن يكون شيء محفز للعيبه الشباب عام يعني بعد ما شافوا تجربه اولى مع المنتخب الاول على استاد القاهره كان في وجود جمهور كبير واعداد كبيره؟ اكيد كل لاعب بيكون عنده طموح وعنده هدف عايز يوصل للمنتخب الاول، عايز يحقق انجاز كبير، هل ده ممكن يكون شيء داعم وجود الماتشات على استاد القاهره؟ بص يا خالد اقول لك حاجه، يعني انا اقول لك حاجه عن تجربه شخصيه يعني. يمكن انا راجل ما لعبتش اهلي وزمالك، يعني انا لعبت الناس كلها عرفتني من خلال النادي المصري، ودي حاجه كانت تشرفني طبعا. يمكن لعيبه الاهلي والزمالك الموضوع بالنسبه لها هيبقى يعني في سهوله شويه في ان هم يخشوا في الجيم ويخشوا في البطوله بدري نفسيا، خدوا تجارب كتير قبل بالظبط، يعني في ثقه وفي تقل برضو في الاداء وفي شخصيه في الملعب، دي بتفرق كتير جدا. ولكن برضو هيبقى عليهم مسؤوليه وهيبقى عليهم طبعا
ضغط عصبي ونفسي كبير جدا، لان هم يعني زي ما بنقول كده في الكادر، هم اللي في وش الكادر. ولكن باقي اللاعبين اللي هي ما بتشاركش او ما بتلعبش في اهلي وزمالك والانديه اللي هي القمه دي، هيبقى الموضوع بالنسبه لهم مختلف. بص، لعيب الكوره هنا في مصر او احنا هنا في مصر عموما، الناس اللعيب اللي بيعلم لعيب المنتخب. يعني ممكن يبقى في لعيبه مميزه، طاهر مثلا، محمد طاهر على سبيل المثال، في النادي المقاولين راجل مميز جدا، مميز جدا. ولكن النهارده ايه اللي هيخلي طاهر الناس كلها، مصر كلها تتكلم عنه زيه زي رمضان صبحي، زي ناصر ماهر، زي الناس اللي هي المميزه جدا دي، زي مصطفى محمد، ان هو يعمل حاجه كبيره جدا مع المنتخب، او يقدم زي ما بنقول كده اوراق اعتماده مع المنتخب. فدي فرصه كبيره جدا بالنسبه للعيبه اللي ما بتلعبش في اهلي وزمالك، ان هي تثبت وجودها وتحفر اساميها طبعا من خلال المنتخب مصر، لان اللي بيمثل المنتخب دي حاجه كبيره جدا. وزائد ان البطوله في مصر، فيعني انت بتاثر على نفسك المسافات، يعني الناس كلها طبعا هتبقى مهتمه بالبطوله، مش هيبقى في دوري، مش هيبقى في اي حاجه، كل الناس هتبقى ملتفه حوالين المنتخب، الاعلام كله في ظهرك، الجمهور كله معاك، بتلعب على ملعبك، كل الدعم ليك. فدي برضو عوامل طبعا تحفيز كبيره جدا، بس في نفس الوقت هتبقى فيها شويه رهبه، بس ان شاء الله باذن الله انا عندي ثقه في اللعيبه، ويمكن كلهم زمايلي واخواتي طبعا الصغيرين، واتمنى لهم طبعا كلهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. طيب حسام، لو انا اتكلمت معاك عن جزئيه بقى تانية بعد عن المنتخب الاولمبي، انت واحد من الناس اللي ظهروا بشكل مميز جدا مع المنتخب الاولمبي ومن قبل منتخب الشباب، حصلت على ميداليات، حصلت على تتويج مركز ثامن في الاولمبيات، يعني وجود كبير لحسام حسن وظهور في الدوري الممتاز في اكثر من نادي وبعد كده تجربه احتراف. حسام حسن فين دلوقتي؟ والله بص يا خالد، يمكن الحمد لله الواحد عمل شكل كويس جدا الفتره الاخيره دي، او الفتره بتاعت الدوري، او سواء مع المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، يمكن ما شاركتش كتير مع المنتخب الاول. ولكن على المستوى الشخصي يمكن انا حاسس ان انا اتظلمت شويه، او يعني مش عايز اقول الظروف، بس في بعض العوامل كده يعني حصلت في الكوره الفترات الاخيره دي، اثرت مش على حسام بس، على جيل كامل. يعني يمكن اللي استفاد من الفتره دي مجموعه معينه، وبرده اللي بيلعبوا في اهلي وزمالك، لكون ان الاهلي والزمالك طبعا انديه بتشارك دايما في البطولات الافريقيه، وبتشارك دايما في البطولات الكبيره، فما بيبقاش في عندهم توقف، او بيبقى في عندهم اي التزامات تانية. يمكن انا الفتره الاخيره دي كنت المفروض ان انا رايح تونس نادي اتحاد بن قردان، ولكن الموضوع طبعا ما مشيش بالشكل المميز يعني، او بالشكل اللي هو الطبيعي بتاعه. يمكن الفتره دي ان شاء الله في كذا حاجه هنا في مصر، وفي حاجه في امريكا، وانا بسعى يعني في كذا اتجاه، وان شاء الله باذن الله اول ما يكون في حاجه رسمي ان شاء الله هعلن عنها يعني باذن الله. بس يعني خلينا نقول، يعني احنا من بعض مصادرنا عرفنا ان في بعض الكلام مع فريق في الدوري الممتاز المصري، هل الكلام ده صح او غلط؟ والله هو في اكتر من فرقه، في يعني بتاع ثلاث فرق كده ان شاء الله، في يعني الناس بتكلمني بشكل رسمي، وربنا يكرم يعني ان شاء الله اللي فيه النصيب، والمكان اللي شاريني اكيد انا طبعا هكون شاريه، واتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ارجع تاني اكون في الصوره، وارجع اسمي، وارجع في الملعب تاني زي ما الناس عارفاني، وان شاء الله باذن الله اتمنى لنفسي التوفيق الفتره اللي جايه، واتمنى لزمايلي كلهم سواء في المنتخب الاولمبي او باقي اللاعبين كلهم صحابي طبعا التوفيق، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه اوعد الناس ان انا ان شاء الله اكون في الصوره زي ما الناس متعوده يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اكيد طبعا لك توفيق طبعا حسام، اكيد انت كل زمايلك. وكنت عايز اعرف منك برضو حاجه، انت المنتخب بتاعك المنتخب الاولمبي كنتوا مكونين من مجموعه عناصر قويه جدا، ظهروا ولمعوا بشكل كبير بعد كده في الدوري المصري ومع المنتخب الاول بالتاكيد، احمد الشناوي، سعد سمير، عفروتو، شهاب، محمد صلاح، يعني نني وحجازي، يعني اسماء كتير. طبعا احنا الجيل بتاعنا، خلي بالك احنا الجيل بتاعنا، يعني أنا شايف من الأجيال المميزة جدا في مصر، لسبب إحنا الجيل بتاعنا كان مندمج، يعني كان الجيل بتاعنا فيه صالح جمعة كان أصغر مننا بسنتين ثلاثة، ومحمد إبراهيم وعمر جابر والنني وأحمد الشناوي وحجازي أصغر مننا بسنة، وإحنا سعد سمير ومروان محسن وعفروتو وشاب وأحمد شرويدة، يعني عشان ما ننساش حد، يعني كان في ناس كتير جدا، واحمد مجدي وحسام عرفات ومحمد ابو جبل وعلي لطفي ومحمد بسام، يعني كلهم اسماء ظاهره دلوقتي موجوده بالظبط. ولكن انا بقول لك الفتره اللي احنا الجيل بتاعنا كان في، يعني زي ما بنقول كده، في عز الكوره بتاعته،
حصلت بقى الاحداث الثوره هنا في مصر، حصل احداث فيمكن اشياء سلبيه اثرت شويه على الكوره في مصر بالظبط، فالدنيا وقفت الدنيا وقفت، فالامور نامت خالص. لكن دلوقتي الدنيا رجعت تاني. كنا نتمنى طبعا ان الامور تمشي زي ما احنا كنا مخططين او احنا رسمين يعني، بس الحمد لله يعني ده علاقتكم ببعض يا احسن لغايه دلوقتي، هل في لسه كلام بينكم؟ يعني انتوا عشتوا يعني المنتخبات دي بالذات في منتخبات الشباب الاولمبي دايما بيكون فيها نقول بتبقى اخوه اكتر من زماله في الملعب، بتعيشوا مع بعض معسكرات لفترات طويله جدا، سفريات كتير، هل لسه لغايه النهارده بينكم كلام بشكل مستمر ومتواصل؟ لا طبعا، انت بتتكلم في عمر يعني، ما بنتكلمش اللي هو قاعدين قاعدة وسيبنا بعض ومشينا، لا طبعا يعني احنا بينا عيش وملح وبينا عشرة كبيرة جدا. اقل واحد فينا مع زميله قاعد معاه مثلا اكتر من 10-15 سنة، فخلاص بقت اسرية يعني. مش قرارية، الموضوع اسلوب حياة يعني. النهاردة اللي بيلعب في الاهلي بيلعب في الزمالك بيلعب في انبي في دجلة، كل اي نادي علاقتنا قوية جدا ببعض، وبنحضر مناسبات مع بعض سواء في الاحزان او في الافراح او الكلام ده، كلنا موجودين مع بعض. ولكن طبعا بيبقى الالتزامات بيبقى ليها عامل كبير او بيبقى ليها دور كبير جدا بالنسبه للناس اللي بتلعب في الانديه الكبيره، بيبقى عندها المعسكرات كتير، سفر بره مصر كتير، فما بيبقاش في تواصل بشكل مستمر. ولكن طبعا كلنا علاقتنا قويه جدا ببعض، حتى الجيل الجديد يعني علاقتنا قويه وفي ترابط وفي تواصل دايما، بنبقى متجمعين في اماكن مع بعض وكده، فدي حاجه كويسه يعني. دي انا شايف ان الكوره اصلا عموما بشكل عام مجتمع يعني كويس، بيجمع الناس كلها ببعض وبيخلي الناس كلها قريبة من بعض وكده، فدي حاجة كويسة يعني. يعني أخيرا حسام، عايز أعرف منك بقى الجانب الأسري، وهو بيكون الجانب الداعم الكبير جدا لحياة لاعب كرة القدم. طبعا لعبة الكرة بتكون حياتهم صعبة، معسكرات سفريات احتراف، بتكون الدنيا يعني مش مستقرة زي أي وظيفة عادية، طبعا وظيفة صعبة ومجهدة جدا. حياتك الأسرية اللي وقفوا جنبك، والدتك، أسرتك، بنوتك رودي يعني يمكن، او ديالا؟ لا هو طبعا يعني ده جانب مهم جدا في حياه اي حد، مش بس لعيب الكوره، ولكن لعيب الكوره عموما بشكل يعني بشكل خاص بيبقى عنده التزامات غير طبيعيه. يمكن كواليس دي ممكن الناس او الجمهور ما يبقاش عارفها، يمكن بالزبط. بيبقى اللعيب عنده التزامات، راجل مثلا بيسيب بيته كتير، بيبقى عنده معسكرات، عنده التزامات، عنده مباريات، فطبعا الاهتمام ده بالنسبة سواء مراتي او بنتي او الكلام ده بسيبهم لفترات طويلة. ولكن طبعا الشكر كله اكيد يعني على الهواء، وحابب اشكر والدي ووالدتي، ويعني بتمنى لهم طبعا دوام الصحة والعافية ويديهم طولة العمر. الناس دي وقفت جنبي بشكل كبير جدا طبعاً. الناس دي سبب كبير جدا ان انا اكون قاعد قدامك كده النهارده. ويمكن مراتي جت الفتره الاخيره دي معايا، متجوز بقالي 5 سنين، فمراتي يعني حضرت معايا الفتره الاخيره دي. يمكن كانت فتره صعبه جدا في حياتي، من اصابه لانتقالات انديه لكذا حاجه، لكن هي استحملت معايا بشكل كبير، وهي كانت دعم كبير جدا بالنسبه لي، وواقفه جنبي ودايما بتشجعني للافضل وكده. والدي ووالدتي طبعا يعني لو قعدت اتكلم عليهم من هنا لحد السنين اللي جايه مش هديهم حقهم، لان هم طبعا واقفين جنبي بشكل كبير. واخويا طبعا ابراهيم برضو نفس الكلام، يمكن هو في مجال الكوره ده برضو معايا من زمان وبيلعب وكده، فهو اكتر واحد برضو بيساعدني ان هو بيقعد يديني برضو رايه، وباخد رايه في كل حاجه. وبنتي طبعا دي بالنسبه لي اهم حاجه، الدنيا كلها بقى اهم حاجه في حياتي، لان هي طبعا هي اللي يعني انا شايفها زي هدف كده بالنسبه لي، ان انا اي حاجه بتحصل لي بشوف بنتي قدامي، يعني بشوف ان لا انا لازم اجي على نفسي، لا انا لازم ان انا ادوس على نفسي شويه لو انا مقصر، لا لازم مثلا يعني اظبط اموري بحيث ان لا بنتي ولازم يبقى ليها مستقبل كويس. فدي بتبقى دافع كبير جدا، وفي نفس الوقت بتبقى حافز كبير. زائد طبعا الموضوع الأبوة بقى والكلام ده، بالنسبة ان انا لسه شاب يعني بيبقى جديد شوية، بس بيبقى احساسه طبعا حلو جدا، فبشكرهم كلهم يعني اكيد. يعني ربنا يخليهم لك طبعا، بالتاكيد حسام ربنا يوفقك انت شخصيا وتكون حبيب. وترجع تاني لمجدك بالتاكيد، ربنا يخليك ان شاء الله. حسام بشكرك جدا على اللقاء حبيبي يا خالد، وانا كنت سعيد جدا ان انا موجود معاك اكيد. بشكرك جدا حبيبي يا خالد. يعني زميلي فتح الله زدان، ده كان لقائي مع واحد من نجوم مصر بالتاكيد، كابتن حسام حسن، وحديث عن منتخبنا الاولمبي واللي يخوض بطوله كاس الامم الافريقيه يوم 8/11 القادم باذن الله. دي كانت اجواءنا. الان العوده اليك سريعا في الاستوديو، اتفضل.